وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعه تنفيذ الخطط والمشروعات المخصصه للصناعات اليدويه والتراثيه، بالاضافه الى تعظيم الاهتمام بالتاهيل والتدريب الحرفي والعمل على رفع مستوى البنيه التحتيه ذات الصله، الى جانب اتباع احدث الطرق التسويقيه للترويج لتلك المنتجات. هذا وكذا أكد على تكثيف حملات التوعية لنشر ثقافة تشجيع المنتج التراثي الحرفي. وخلال لقائه محافظ المنوفية، أكد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة النهوض بالصناعات الحرفية في جميع محافظات الجمهورية ورفع كفاءتها حتى تتناسب مع احتياجات السوق، لا سيما في ظل التوجه الحالي للدولة لرعاية الصناعات الصغيرة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير الصناعات اليدوية والحرف التراثية بمحافظة المنوفية، حيث عرض السيد المحافظ في هذا الإطار نماذج من منتجات تلك الصناعات والحرف، إلى جانب استعراض البيانات الخاصة بالبنية التحتية والورش والقوى العاملة التي تمتهن الصناعات اليدوية والحرف التراثية بالمنوفية، فضلا عن جهود المحافظة في هذا الإطار لدعم الصناعات والحرف بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال الاستعانة بالخبرات المختلفة وإقامة عدد من المعارض الداخلية. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الصدد بمواصلة النهوض بالصناعات الحرفية بكافة محافظات الجمهورية ورفع كفاءتها حتى تتناسب مع احتياجات السوق، لا سيما في ظل التوجه الحالي للدولة لرعاية الصناعات الصغيرة، مع إيلاء الأولوية للمحافظات التي تتمتع بميزة نسبية في هذا الصدد على اعتبار القدرة التنافسية المتميزة لمنتجاتها التراثية والحرفية في الأسواق الداخلية والخارجية وتوفر الخبرة والمهارة اللازمة، وكذا تكثيف حملات التوعية لنشر ثقافة تشجيع المنتج التراثي الحرفي.